هاد المنتدى هاد اللقاء عملناه باش نشوفوا نعملوا لو دووا كومباراتيف ديال لي كوب دو فاميل ماروكان مع لي كوب دو فاميل ديال البلدان ديال الخارج. الهدف ديال هاد الشيء هذا حنا نشوفوا باش نتعرفوا المشاكل اللي كنجبروا مع لي دووا مع لو كود دو فاميل ماروكان اللي عندنا هنايا والابليكاسيون ديالو في البلدان فين عايشين حنايا المحاميين. دونك الهدف ديال هاد الشيء خصنا نعرفوا هذيك الشيء ديال اللي كيقول القانون المغربي على مدونه الاسره اللي ممكن تقدر تبدل باش تسادابطي على المشاكل اللي كاينين عند المغاربه عايشين في الخارج، حيتاش نورمالمون بعض المرات كيدخل شويه ديال لي كونفليكت افيك لي كود دو فامي الماروكان مع لي كود القانون اللي عندنا حنايا في البلدان ديالنا في الخارج. دونك هذا الهدف هو يعني اول حاجه نعرفوا لو دغوا شنو كيقول ديال لي كود دو فامي الماروكان ديال اسبانيا ديال بلجيك ديال المان ديال كل شيء المحامين لي كونفير اللي غادي يدخلوا في هذا الشيء. ابخي هذا الشيء غادي نحاولوا نشوفوا شنو نقدروا نتبدلوا شنو ما يقدرش تبدل كيفاش نقدروا نساعدوا المغاربه ديالنا بهذه المشاكل اللي عندهم مع مدونه الاسره والمشاكل اللي كيخرجوا منها انتم عارفين. كما كتعرفوا كاين مجموعه ديال المغاربه اللي كيعيشوا في الدول الاجنبيه واللي كيتعرضوا لمجموعه ديال الاشكاليات على المستوى القانوني وبالخصوص على مستوى قانون الاسره. الدور ديالنا حنايا كرجال قانون وكمحامون هو اننا نلقاو لهم حلول لهذه الاشكاليات اللي كيتعرضوا لها. كاين مجموعه ديال الحلول لحقاش عندنا مثلا الا خديت النموذج الفرنسي عندنا الاتفاقيه ديال المغربيه الفرنسيه ديال 1981 اللي كتعطينا واحد الارضيه واللي كتخول القضاه الفرنسيون والقضاه المغاربه انهم يتعاملوا مع هذه الاليه باش يبسطوا الاجراءات القانونيه عليهم. كاين مجموعه ديال الاشكاليات اللي مازال مطروحه واللي اليوم ان شاء الله نحاولوا نناقشوها باش نخرجوا بخلاصات اللي تكون ايجابيه. تنحاولوا حنايا دابا نديروا شي اتفاقيات، مثلا كاين اتفاقيات، هي فعلا كاين اتفاقيات ما بين مثلا فرنسا ولا اسبانيا مع المغرب، مي الهدف ديالنا هو نساعدوا نبقاو نساعدوا المغاربه اللي مقيمين بالخارج، باغين نساعدوهم. الهدف ديالنا هي نساعدوهم يحلوا مشاكلهم بسهوله، حيت حاليا اليوم تيوقعوا مشاكل باش نحلوا المشاكل ديالهم في بلدان الخارج. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.